بدأت عملية فرز الأصوات بانتخابات مجالس المحافظات العراقية بعد إغلاق جميع مراكز الاقتراع في المحافظات. وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لتبدأ عملية الفرز في الانتخابات التي تنافس فيها أكثر من 8100 مرشح ينتمون إلى أكثر من 260 كيانا سياسيا للفوز بنحو 378 مقعدا في مجالس 12 محافظة، بعدما قررت الحكومة تأجيل الانتخابات في الأنبار ونينوى لفترة لا تزيد على 6 أشهر بسبب الظروف الأمنية في هاتين المحافظتين. وتستثنى من هذه الانتخابات محافظات أقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، أي أربيل والسليمانية ودهوك، وكذلك محافظة كركوك المتنازع عليها. وأثنت الأمم المتحدة على لسان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر على سير العملية الانتخابية في العراق الذي اعتبر أنها تسير بطريقة سلسة. وأضاف في مؤتمر صحفي أن مراكز الاقتراع بأحسن حال، وتعد هذه الانتخابات الأولى في العراق بعد انسحاب قوات الاحتلال الأمريكي والثالثة منذ سقوط نظام صدام حسين. رغم الأجواء الأمنية التي خيمت على انطلاق انتخابات مجالس المحافظات في العراق، فقد توافد الناخبون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تعتبر اختبارا للاستقرار السياسي بالعراق في ظل مخاوف العراقيين من ضرب استقرار بلادهم. وتعتبر هذه الانتخابات اختبارا لمدى قوة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السياسية مقارنة بمنافسيه قبيل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 2014 في ظل الخلافات السياسية الراهنة بين المالكي وخصومه، وفي مقدمتهم زعيم ائتلاف العراقية إياد علاوي ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر. واتخذت الحكومة العراقية إجراءات أمنية مكثفة لضمان أمن الانتخابات في اختبار جدي لقدرتها على توفير الأمن للناخبين بعد أسبوع من التفجيرات وعمليات الاغتيال التي شملت العديد من المدن العراقية، كان آخرها تفجير استهدف مقهى وانفجار قنابل صغيرة وسقوط قذائف مورتر قرب مراكز الاقتراع اليوم. وتصاعدت أعمال العنف والتفجيرات الانتحارية منذ بداية العام، حيث واصل عناصر تنظيم القاعدة هجماتهم الدموية والإرهابية في ظل ما تشهده الساحة السياسية العراقية من انقسام قد يذكي الصراع الطائفي ويغرق الحكومة في أزمة بشأن المشاركة السياسية للفرقاء العراقيين. وبحسب عدد من المراقبين، فإن الأداء الجيد لائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي قد يعزز توليه فترة ثالثة في انتخابات العام المقبل، حيث لمح إلى أمكانية تخليه عن اتفاق اقتسام السلطة لتشكيل حكومة أغلبية يقودها. ومنذ أن انسحبت القوات الأمريكية في ديسمبر 2011 أصيبت الساحة السياسية العراقية بالركود بسبب الاختلاف حول اتفاقات اقتسام السلطة، ولن تشارك في الانتخابات التي تجرى ثلاث محافظات بكردستان وكركوك المتنازع عليها. وعلقت هيئة الانتخابات الاقتراع بمحافظتي الأنبار ونينوى، ويتوقع أن يجرى التصويت الشهر القادم. يأتي ذلك في ظل ما تشهده بعض المحافظات من احتجاجات منذ ديسمبر الماضي رغم تفاعل حكومة المالكي مع مطالب المتظاهرين. وحول سير العملية الانتخابية في العراق، أجرينا اتصالا هاتفيا مع الأستاذ حسين علي الطائي مدير إعلام انتخابات بغداد فرع الرصافة، الذي أكد أن العملية الانتخابية جرت بطريقة سلسة مثل ما كان مخططا لها دون تسجيل أي تجاوزات تؤثر على سير العملية الانتخابية. الحمد لله، ومنذ الصباح الباكر افتتحت جميع مراكز الاقتراع في الساعة 7 صباحا. كافة الإجراءات وكافة المراكز كانت مؤمنة بشكل كامل من الناحية الأمنية واللوجستية والإجرائية. جميع الموظفين قداموا في هذه المراكز. كنا نفتش على أغلب المراكز، كان الإقبال كبير بالنسبة للناخبين على مراكز الاقتراع. الحمد لله تمت العملية بسلاسة ويسر وسهولة، وتم غلق هذه المحطات، والآن بدأت عمليات العد والفرز لجميع أوراق الاقتراع في جميع المحافظات. نعم، لدينا الكثير من غرف العمليات في جميع المحافظات وخاصة في منطقتي الشرق والرصافة من بغداد. كنا نتواصل مع جميع المراكز الانتخابية أولا بأول وساعة بساعة لتسجيل أي صعوبات أو مشاكل ولتسجيل الملاحظات
سجلنا بعض الملاحظات لكنها لا ترقى إلى أن تكون خروقات تؤثر على سير العملية الانتخابية أو تتحكم بإرادة الناخبين. كما تعلمون أن منذ وقت قريب بدأت عمليات العدوى الفرز، ننتظر بعد قليل أن تصلنا جميع النتائج من جميع المراكز الاقتراع ومحطات الاقتراع، وسوف نعلنها في وقت قريب إن شاء الله. هناك عمليتان للعدوى الفرز، أولها عملية العدوى الفرز للاقتراع العام والتي هي جارية لحد الآن في أغلب المحطات الاقتراع العام، وهناك عمليات عدوى فرز لأوراق الاقتراع بالنسبة للاقتراع الخاص بالعسكريين والراقدين في المستشفيات ومحتجزي السجون. هذه العملية لعدوى فرز أوراق الاقتراع الخاص سوف تبدأ يوم غد إن شاء الله، ونتوقع النتائج في الأيام القليلة القادمة بمؤتمر صحفي سوف يعقده مجلس المفوضين الموقر، ويعلن النتائج بشكل كامل في الأيام القريبة القادمة إن شاء الله. وللحديث عن آخر الأخبار المتعلقة بسير العملية الانتخابية في العراق، كنا قد أجرينا اتصالا هاتفيا مع مراسل قناة الكوت في العراق جميل الرماحي، وسألناه أولا فيما إذا كانت السلطات العراقية قد أصدرت أي تقديرات حول نسبة المشاركة في الانتخابات. المشاركة في الانتخابات اليوم سيدي العزيز مشاركة تختلف عن سابقتها في السنوات الماضية. نعم. لعدة عوامل، منها عدم وجود قوات خارجية تدير دفة الحكومة وتشارك في تسييس هذه العملية الديمقراطية، إضافة إلى الدافع الداخلي الذي لدى الناخب العراقي والمواطن العراقي ورغبته في تغيير الدماء التي تدير دفة الحكم في الحكومات المحلية للمحافظات التابعين لها، إضافة إلى الأوضاع العامة على الصعيد المواطن أو الحكومة. خرج المواطن في هذا الوقت بدافع قوي من أجل أن يغير ما يمكن أن يغيره من خلال الإدلاء بصوته في هذه الانتخابات. إذن ما هي دلالات ارتفاع نسبة المشاركة في محافظة مثل محافظة صلاح الدين؟ نسبة الانخفاض؟ نسبة المشاركة، نسبة الارتفاع. نسبة الارتفاع في محافظة صلاح الدين قد تكون حالة استثنائية، وذلك لتدهور جاهزية أبناء هذه المحافظة للمشاركة. نعم. كما تعرفون أن محافظة صلاح الدين كانت ضمن نطاق أو ضمن تبعية محافظة الأنبار ومحافظة نينوى ضمن قرارات حكومتها المحلية بعدم المشاركة في الانتخابات. عدم المشاركة والقرارات الأخيرة من قبل حكومتها في المشاركة ولد نوع من عدم الاستقرار أو عدم جاهزية المواطن في تلك المحافظة لاستيعاب ما تهدف إليه هذه المرحلة أو ما تهدف إليه هذه العملية الديمقراطية، مما أدى سلبا إلى انخفاض بسيط قد لا يشكل خطرا أو قد لا يشكل أثرا على سير هذه العملية في هذه المحافظة. يعني نذكر نأتي بالذكر حتى محافظة كركوك التي هي أيضا تعاني نوعا من العرقلة في أداء الانتخابات. نسبة المهجرين في هذه المحافظة زادت عن نسبة 75%، وهذا مؤشر جيد نظرا لظرف محافظة كركوك. نعم جميل، الكتل التي شاركت في الانتخابات هل أصدرت حتى الآن أي نتائج غير رسمية؟ الطابع أو الرؤية المنطقية لما يحدث أو لما حدث اليوم هو بالتأكيد يعني ينطبق عليها مقولة مصائب قوم عند قوم فوائده. كثير من الكتل السياسية شهدت تحالفات وانضواءات من معظم القوى من العديد من القوى السياسية والتيارات السياسية تحت عناوين مثل التحالف الوطني، مما زاد حظوظ هذا التحالف، أو على سبيل المثال يعني مما زاد من حظوظ هذا التحالف في حصد المقاعد الأكثر في مجالس المحافظات، على عكس بعض القوائم مثل العراقية والانقسامات التي شهدتها هذه القائمة. أكيد سيضعف حظوظها في الحصول على مقاعد من يمثلها في مجالس المحافظات. بالتالي نسبة الارتفاع الملحوظة والمميزة التي شهدتها هذه الانتخابات ستكون حصادا أوفرا للكتل المؤتلفة لا للكتل التي شهدت انقسامات داخلية وخارجية. نعم،
جميل، تحدثت بعض المعلومات عن إعادة الانتخابات غدا في أماكن محددة، برأيك لماذا؟ نعم سيدي الفاضل، اليوم حصل تمديد في وقت غلق صناديق الاقتراع، كان من المقرر أن تغلق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الخامسة، ولكن بعد يعني حدوث بعض نوع من التلكؤ أو صعوبة الوصول إلى صناديق الاقتراع تم تمديد الوقت من الخامسة إلى السابعة. نعم. هناك بعض المشاكل التي واجهت هيكلية تنظيم هذه أو إجراء هذه العملية، مثل عدم وجود أسماء على جدران المباني الانتخابية المراكز الانتخابية. نعم. وعدم وجودها في سجل الناخبين داخل صناديق الاقتراع، مما أدى إلى حدوث نوع من الاضطراب ونوع من الغموض في هذه العملية. قد يتطلب الأمر إلى إضافة يوم أو تحديد يوم ثاني من أجل تسوية هذه الأمور التي باتت متعلقة بغية الخروج بحصيلة نهائية، وهي مشاركة جميع المواطنين العراقيين في اختيار من يمثلهم في مجالس محافظاتهم. نعم، وأخيرا متى تتوقعون إعلان النتائج الرسمية؟ سيدي العزيز، إعلان النتائج الرسمية في حال عدم الطعن من قبل أي كتلة مشاركة في هذه العملية ومشاركة في العملية السياسية بصورة عامة، في حال عدم حدوث أي طعن أو توجيه أي طعن من قبل في نزاهة أو في سير هذه الانتخابات، بالتالي سيكون هذا الأسبوع، نهاية هذا الأسبوع هو الموعد الفصل لإعلان النتائج. ولكن في حال الطعن من قبل أي كتلة في آلية الفرز والعد، أكيد سيكون هناك رؤية أخرى وموعد آخر لفرز الأصوات والنتائج بعد التأكد من سلامة وصحة سير هذه العملية.